لسه مستمرين مع حضراتكم في جمهور التالتة، وبالأمس كان في لقاء مهم جدا جمع ما بين البنك الأهلي والمصري، وفاز فيه البنك الأهلي برباعية نظيفة. طيب مين المدير الفني الجديد للبنك الأهلي؟ هو الكابتن طارق مصطفى، اللي كان عدم وجوده في الدوري المصري علامة استفهام كبيرة ولغز كبير. الراجل أول مباراة بيمرنها بيكسب النادي المصري، مين بقى النادي المصري اللي بيديره فنيا واحد من افضل مدربين الدوري المصري، كابتن علي ماهر، اللي بادئ معسكر وبادئ مع فرقه النادي المصري، فالرقم كبير، نتيجه كبيره. انا معايا على التليفون كابتن طارق مصطفى. كابتن طارق، مساء الفل، اهلا وسهلا بيك، مبروك مرتين، مبروك لتولي المهمه ومبروك للمكسب. حبيبي ابراهيم، الله يبارك فيك. طبعا تمسي عليك وعلى كل مشاهدينك وكل حبايبك يعني الموجودين عندك. ربنا يبارك في عمرك يا رب. جت ازاي المفاوضات وتولي المهمه؟ الاول بقول الحمد لله والشكر لله طبعا ان انا توليت نادي كبير، نادي البنك الاهلي. كنت مستني بصراحه خطوه زي ديت، ولكن اول ما كلموني بصراحه اللي هو اشرف نصار، اللي انا بشكره جدا من خلالك يعني، والاستاذ محمد عبد المنعم، وطبعا الاستاذ يحيى ابو الفتوح. أول ما كلموني بصراحة ومن أول يوم قعدت معاهم، هم بصراحة الناس قالوا لي بلاش ماتش المصري، احنا فاضل لنا 5 أيام واستنى الماتش اللي بعديه. بصراحة بكل أمانة قلت لهم لا، أنا حصل معايا الموقف ده كتير جدا، وكل ما بستنى ما بيحصلش نصيب يعني، فأنا هتوكل على الله، لأن طالما اتفقنا خلاص مفيش مشكلة. والحمد لله القعدة ما خدتش نص ساعة، وبصراحه كنت افتخرت ربنا. انا كان عندي كذا حاجه كده، كنت مسافر بصراحه ابراهيم، كنت راجع المغرب تاني بصراحه انا وامير عبد العزيز، ولكن الحمد لله والشكر لله ربنا اراد ان انا اكون موجود في نادي محترم ان شاء الله يحقق اللي هو بيتمناه، احنا وهو واللاعبين والجهاز وكل منظومه البنك الاهلي ان شاء الله. هل كنت متوقع النتيجه الكبيره دي عن النادي المصري 4-0؟ لا طبعا، التوقف في الكرة صعب جدا، خاصة ان انت بتلعب فريق كبير بحجم النادي المصري، فريق مفنش رابع السنة اللي فاتت، عنده امكانيات السنة دي كبيرة جدا، عنده جهاز فني محترم، علي ماهر من افضل المدربين في مصر، والجهاز اللي معاه كله، محمد عبد الكريم والامين عمر النهول ولا مصطفى، كل الجهاز، انا مش عايز انسى حد، عنده جمهور كبير النادي المصري، النادي المصري بيلعب على ملعبه ما بيخرجش حافظ الملعب. اتوقع النتيجه دي صعب، خاصه ان انت كبنك اهلي يعني كفريق بيمر بظروف صعبه جدا الفتره الاخيره. صحيح. مش ده المتوقع ولا من الاداره ولا من اللاعبين ولا من اي حد حتى في الشارع المصري، ولا من الاعلاميين ولا من اي حد. طيب ان اول 5 مباريات، اول 5 هزايم صعبه جدا، محدش توقعها يعني، ودي اسوا تقريبا نتيجه حصلت للبنك الاهلي. طب اشتغلت على ايه؟ يعني ما هو صعب برضو ان انت تكون بتشتغل لسه شغلك، ايه اللي اشتغلت عليه عشان خاطر تعرف تتعامل مع معطيات المباراه ديت؟ هي اول حاجه طبعا الحاله النفسيه، لان انت اي فريق طبعا بيمر بالظروف ديت، طبيعي جدا اللعيب مهما كان هو مين، عندي لعيبه كويسه ولعيبه كلها محترمه، ولعيبه في لعيبه لعبت منتخبات. تخيل ان انت من كتر الهزايم ومن كتر ما انت مش ممكن تتوقع الحاجات دي كلها والهزائم دي كلها، وداخل فيك 10 اهداف وجايب 3 اهداف بس، فالطبيعي جدا ابراهيم انت كنت بادئ وعامل سيناريو مختلف. لما بتلاقي كده الحاله النفسيه بتبقى صعبه جدا عند كل اللعيبه، مش اللعيبه بس على فكره، لعيبه والاداره والجهاز الفني والجهاز الطبي والعمال والاداري كله، ولكن الحمد لله اشتغلنا عليها بشكل كبير. بس انت برضه كان ليك تاتش في المباراه، انت غيرت مركز سعيد وسنبوري في الماتش. عليك نور، الحمد لله. دي من النقط المهمه يعني، انا شفت لما اتفرجت على البنك الاهلي من خلال الماتشات اللي اتلعبت كلها، شفت ان سعيد سنبوري اصلا هو مكانه اصلا نص الملعب يعني. وانا كنت متابعه لما كنت في المغرب في 2017 تحديدا، كان هو في الداخليه تحديدا او 2016. ايوه. كنت شايف ان هو لعيب مؤثر هنا، ولعيب الباص بتاعه بيطلع سليم، ولعيب عنده امكانيات يلعب في دي. فرجعته مكانه، انا ما عملتش حاجه، انا رجعته مكانه بس من خط الضهر لنص الملعب عشان يدي الاضافه، لان دايما نص ملعبك لما بيكون قوي اعتقد ان الدفاع بيكون قوي والهجوم بيكون قوي. فالصراحه هو بشكره لانه بقاله فتره كبيره جدا ما 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 ما, ما لعبش فيها، انا رجعته فيها بصراحه. وبصراحه مش هو لوحده، اللعبة كلها كانت عندها
الروح وكان عندها الرغبة وكان عندها الإصرار والتركيز إن هي تعمل حاجة الماتش ده، طيب فبشكرهم على المجهود اللي هم عملوه. طب خليني اسالك، يعني دلوقتي على جانب اخر، وانت ابن نادي الزمالك واشتغلت مدرب عام في نادي الزمالك، القصه دلوقتي بتتغير في نادي الزمالك، مشي اوسوريو، موجود الكابتن معتمد جمال، هيكمل لحد ما يبقى فيه مدير فني اجنبي. ماذا لو حدث في الامور امور والزمالك ملف المدير الفني الاجنبي ده لم يوفق فيه، وبالتالي راح للكابتن طارق مصطفى قال له عايزينك تبقى مدير فني للفريق، ما هو ردك؟ لا اولا بص، يعني عشان بتتكلم في النقطه دي تحديدا طارق مصطفى، يمكن انا بشكر كل الجمهور طبعا اللي لما اتحط اسم طارق مصطفى من فتره سابقه حتى الفتره الحاليه، الحمد لله والشكر لله كان في رغبه عند الجمهور الزمالك الكبير، ودي حاجه تسعدني. انا ابني من ابناء نادي الزمالك، شرف ليا طبعا ان انا اكون موجود في نادي الزمالك. ولكن بصراحه بكل امانه ابراهيم، نادي الزمالك اتاخر في حاجتين، يعني اتاخر ان هو يمشي اسوريو، لان بصراحه انا كنت متابع كل السوشيال ميديا ومتابع الاعلام ومتابع التحليل ومتابع حتى رده الفعل عند كل الناس، بس انا كنت بشوف حاجه مختلفه خالص. انا كنت بشوف ان الزمالك اتاخر لان اول مره اشوف مدرب هو اللي عايز يخسر، ودي صعبه لما يعني تلاقي مدرب الزمالك بيبقى في افضل حالاته والزمالك بيبقى ماشي كويس من اول البطوله العربيه لو تفتكر مباراه النصر، حتى وقتنا هذا هو اللي بيخسر نفسه. يعني انا ما كنتش مع كل الناس اللي بتقول الزمالك ما عندوش لعيبه، لا طيب الزمالك عنده فريق بس ما عندوش احتياطي، يعني الزمالك عنده 11 12 لعيب بس ما عندوش احتياطي. ولكن لما بتسالني عليا انا، طبعا انا زي ما قلت لك طبعا نادي الزمالك ما حدش يقدر يتاخر عليه، ولكن القرار مش بتاعي، قرار انا ماضي مع عقد مع البنك الاهلي، فاكيد هيبقى في تواصل مع اداره البنك الاهلي والنادي الزمالك، ما حدش يقدر يقول له لا ده بيتك يعني، فاهم؟ وانا اصلا عندي طموح كبير جدا 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 ان انا ربنا يوفقني، خطوات انا بتخطاها، عايز انت عارف يا ابراهيم انت اتعاملت معايا وعارف انه عارف شخصيتي يعني، عارف كويس. فبقول اتمنى من اداره النادي، مش كبير على معتمد والله والله ما كبير على معتمد، معتمد اشتغل كبير كتير جدا مع كابتن شوقي غريب، منتخبات وانديه ادوا الفرصه لمعتمد، ما تقلقش ها، انا بشوف بلاد كتير ما بتقلقش، ايوه اهم حاجه معتمد يكون عنده من الجراءه والشخصيه ان هو ان شاء الله يدير، وربنا يوفقه ان شاء الله. انا بتمنى له التوفيق، يعني معتمد من الناس المحترمه والمدربين المحترمين. عرض 3 لعيبة للبيع من ضمنهم واحد من نجوم الفريق فتوح، بتشوفه ازاي من وجهة نظرك؟ قرار اتاخر كتير برضو صراحه، طبعا طبعا خلي بالك القرارات بتبقى مهمه جدا ومهمه في وقتها، يا اما بتاخدها الامور بتمشي صح، انما بتفضل تتاخر في القرار خاصة لما يكون نادي الزمالك، بص دايما دايما نادي الاندية الكبيرة، نادي الزمالك ونادي الاندية الكبيرة بص اي نادي في العالم ما بيقفش على لعيب، النادي هو اللي بيعمل اللعيب مش اللعيب اللي بيعمل النادي، صحيح. مع احترام الفتوح، مع احترام الفتوح بصراحة يعني بكل امانة هو اللي هيطلع في الاخر غلطان، والامثلة كتيرة، انا مش عايز اتكلم مفيش حد اكبر من على نادي، عدد مفيش حد اكبر من بالظبط، مش حد نادي. اكبر من النادي. كابتن طارق، انا بشكرك وبتمنى لك كل التوفيق، ويا رب ان شاء الله باذن الله تكسر الدنيا مع البنك الاهلي، اي حاجه ان شاء الله باذن الله تكون موجود فيها تستحق كل خير، والله من كل قلبي الله بقولها لك يخليك يا يعني. ابراهيم، انا اللي بشكرك دايما على ربنا يبارك في عونك. اتصالك وعلى دعمك ليا حتى وانا في المغرب، حتى وانا في الامارات على فكره، صحيح. ولكن اللي عايز اقوله لك هو التوفيق بس يحالفنا، لازم نتعب الفتره اللي جايه، احنا ما عملناش حاجه بصراحه، احنا ده الماتش ده كان بس توفيق بداية ربنا سبحانه وتعالى كان محالفنا، اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه يكون التوفيق محالفنا ان شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا، المدير الفني المتميز كابتن طارق مصطفى، وكلام برضو مهم جدا.